صار لما سويت شيء يعني اشياء البنات يقولي سويا. الخطاب سيستر رجع لكم فيديو جديد على قناة الخطاب سيستر. مو مطالعين ولكن 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 شو القصة اليوم؟ كل مرة شوي يا جماعة احنا انا ولون نعيش شيء اسمه الشي. اوكي ليش نحبه؟ لانه في وايد اشياء وبنفس الوقت وايد رخيص، فيعني الكل يقدر يشتري. انا اتوقع يعني واضح من الاشياء اللي موجودة اي فتوتوت وكم توتوت ما اقدر اشيله يعني اوريدي ثقيل. اوكي سو بهذا الفيديو هم شرينا اشياء لكن مختلفة عن اللي قبل، بس هالمرة الاشياء راح تكون رجالية، فالشباب شوفوا الفيديو بعد وراح تكون في بجايم. حصل راح تلبس البجايم هذه، واحدة من البجايم انا مالي شغل، وراح يكون في اشياء تزينون فيها بيتكم نفس الوقت الملابس وغيرها. والشيء الاهم اهم ان الملابس اللي شريناهم تطلع للمتحجبات اكثر شيء، فيا يعني اللي شارين وقت الشيء مثلون ستايله فرح نلبسهم وراح نفتحهم معاكم، لان من زمان يعني ما شفتونا نسوي انبوكسنج مع شيء. والله انا نسيت مطالبه مليون دور دور يلا اوكي سو انت تبدي. اوكي يا خطير والله ابي السايز وايد مناسب على وجهك ترى زي الاول، بما ان وايد ناس دائما تقول لي اللون الوحيد اللي حطيته احنا ما لبسته جاكيت بنفسجي. اي ام سو اكسايتد. لون بنفسجي خطافيه. من وين تشترين جاكيتات؟ جاكيتي الاحمر من شي ان، جاكيتي الاصفر من شي ان، فكم اون يعني كل شيء من شي ان واسعارهم حدها مناسبه حق الكل. لان الحين طلبنا حجواتي وايد فاتوقع وين مقاس؟ مقاس اي ايوه يلا مالك ترى ترى كعب ها؟ يعني راح يرفع شوي والله حلو. اوكي الشيء الثالث اي ثينك لا من البنات من البنات اوكي هشوة اوه اصفراني. اوكي يا جماعه باختصار لا راح اضحك لا احنا يا جماعه لا مو سافرنا انتوا هكتينا خلوا هذا ثاني يوم نصور الفيديو اوكي قاعد نكمله ثاني يوم. ايه سافرت لا تشوفين وانا لا انا كان بامكاني للفير لا والله يلا المهم نكمل. اوكي كنت حدي مشتطه بالملابس بس صراحه بك كم بدله ولبس اي حسين الله حلو زين خلي الجواتي اول شيء خلي الجواتي اخر شيء نلبس نشوف الملابس. انا صراحه حدي مشتطه على هذا الجاكيت يا سلام الجاكيت شوفوا اليد لولو انت يعني هذا وضع شلون يا جماعه مشقوق من ورا هذا سو ستايل يا عدل بس الحين طول الحظ وين وين ستايلين شوف 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 شلون مشقوق اخ نار شوفوا يا جماعه الخير هذا رسمي يدن انا ركبت بس صب واحد عشان اوريكم وفي مني صفطه برتقاليه حد شتوي نفسك لا مو نفسك بس ستايل لا تقولي عندك شيء الله يخليك يوم بس انا حسيت انه وايد ستايل اي اوكي خرجتي هذا نفس اللون يشبهه انا احس لون الموسم برتقالي هم يقولون اصفر طلعوا انا احس اصفر اي برتقالي اصفر بالصيف الحين طلعوا ازرار دائما معروف بالشتا دائما شي بنيات او برتقالي يعني مزيج برتقالي يمنا لانه وايد احسه كلاسيك وبنفس الوقت يهبل يعني وايد ستايل وشي مرتب وستايل يعني ستايل بوريهم شيء الكل سال مو الكل الكل يعني بس الاغلب لا بلبس من فوق شو يا جماعه هذا ستايل ستايل مو خطافيه اذا شفت خطافيه يوم من الايام ستايلها مو ستايلها يعني اوكي ستايلها بس انه كذي يعني عرفوا انها خطافيه كاشخه يعني انه لها خلق مزجه وكيف مرة استاجك الشاي؟ اي ابوي انت شفتي لي امس شرخان شرخان شفتي لي امس لبسته؟ الكل سالني عن جاكيت تكفى الجاكيت وينه؟ هذا نار اول مرة شو هو الحزام اي مرة واحدة بس انا شي كنت مسويته دبل مسويته كذي الكل سالني عنه بسناب شات انا اول مرة الصورة على وين انا اول مرة دام وشي جاكيت فوق بعض كل شيء يسمونه ستريت ستايل بس هي ما لا لا هلا يلا هلا بالستايل زين الحين بوريك جاكيت طالع يا جماعة الخير حيل حيل يشوك راح البسه شي حق رياضة اشياء الف على الخصر كل هذه الاشياء خطافية ستايل بس بالايام العادية يومية والله اي ايام العادية اوكي بوريكم بجامتي النار يموتون الناس علي لما البس شنو اصفر فما يصير يعني حتى بالبيت ما البس اصفر بس انا ما راح اوري يعني ما راح البسها اوريدي البس لكم بجامة سو حفر برونة لا مو اي برمودا بنطلون عاد انا طويلة عاد اي والله شكله بنطلون والله صدق شكله بنطلون بقول لك شيء ايده دائما تسأليني حصل نوتي ايش نشتري هاينك هاينك هاينك
هذا الهاينك تذكرين اول مره سوينا لهم فيديو صورنا مشترياتنا من هذا هذا هو ابي اموت عليه وكواليتي وشوف هاينكم ليه وين والله حلو شوف شوف لون ليه بل زين عشان ما تطلع ذبحتينا شوفوا يا جماعه الخير هذا ما تشوف شوفوا يا جماعه الخير هذا القطعه الشتويه طعوا الايد وتفاصيلها وايد وايد حبيتها كلاسيك وحلو الجاكيت اوكي نيجي الحين حق فقره خطافيه عاد احنا الشباب يعني شنو ترسين عينك لا والله ترسين عيني وزود سو هذه البدله كامله من الشباب سو بوريكم اياها وبنفس الوقت ما ادري انا للامانه شريتها على بنا نعبالي انا بس البلوزه فهمتي بس طلع بلوزه وياها بنطلون اقدر البس هذا مره اقدر البس هذا بستايل ثاني مو شرط مع بعض اي ادري هذا بروح فانا احس على قصه لين بس كذا تحس في الشتاء ما يفرق ويانا هذا اصفر يشوق يعني انا اغلب الستايلات ماخذتهم يشبهون بعض فروب السباحه يا جماعه ما في حق الراس اللي هو حق الشعر فهذه الفوطه شوفوا نار شو مكتوب اقرا يو ار ماي سويتنس شنو هذا؟ هذا البلوفر اللي صدق ناطرته ابي ناطرته شوف 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 هاي نك حسيت وكذي عندي واحد زوجي نفس وجهه مستيل جميل قوي ايوه نيويورك 1991 راح البسها مع جينز وشي اشياء حتى الجم حتى الجم اي خلاص عاد ملينا كل شوي حصل ملابس ملابس ايش كثر الملابس ايش الموجوده لا اله الا الله اللهم زيد بارك انا ايه حبوب يوميه حق فيتامينات وكذي شو يا جماعه زين تضغطون كذي يفر وياكم مقسم كذي تفر تخيل بس تضغطي هذه تفر ايه طلع لك وين تفتحين هذه تاخذين حبتك يا سلام فن خير لا زين ما ايوه صور فينتج ستايل بنج اوكي الحين بوريكم الحين بوريكم يا جماعه جوتي انا اقوى شيء بحياتي شريتيه وايد قوي حد نعم والله شو تقلدين شو يعني طريقته كنا حق هايكينج وكذي اي ادري حتى لونه شو شو يا جماعه النار تخيلوا هذا فخم مع بدله سودا سودا او بيضة بيضة او بنيه او برتقاليه او ورديه كل شيء كل شيء بتاع كل لون هذا البنطلون الله والمره تطلب شيء حلو انا راح ابوقه منها والبسه ترقوا الصوره على انستغرامي هذا هو انستغرامي على وجهها ايه بوريكم شيء مميز هذا لا 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 ابي 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 تعرفوا شنو يعني هالستايل مع هالجوتي او ماي جاش روعه يا ساتر يا ساتر استر اباي اباي جاكيت الجاكيت انا تشي بعد تشي 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 طلع طلع الايد تينن الزرايز اتكلم فيها الزرايز ما عليه ما راح نعيد الناس حتى اوكي يا جماعه الخير شوف هذا الستايل حد قوي شنتكم تشي بالمغرب الزرايز الجنوبيه هاشتاج اليوم زرايز شنو؟ زرايز فحد الخامه ترى قويه وايد حبيتها اقوى شيء هذا حد فخم اشوف ما شريتها والمره يصير عنده سلوك بس بجامتي الاخيره يعني انا حللت ابو البجامات اللي بموقعهم قطن اول حرير اي حبيبتي وشوف حلفي طيب حق الاسلوب الرسمي بعد هذا الابيض وايد يشوق وحلو في هذا نحط حزام ستريتش عشان يصير شيء مخصر فوايد حبيت اوكي سو هذا الكرتون الاول في كل الاغراض اللي شفتوهم واو زين ني حق الصندوق الثاني ستريتش ما في شيء حبيبتي انا شاري وايد سو يا جماعه هذا ما اتذكر اذا من القسم النسائي او الرجالي بس اتوقع كان رجالي اتوقع اذا ما خاب ظني سو شوفوا اللون اللون ابي شوفي والله فخم كركمي ايوه ينن بس هذا ستايل ابى شو حتى الازرار كركميه الازرار ها الازرار اي ازرارات انت قلتي الزرار ينن الزرايز اتكلم فيها زرايز يا ريت ما تحت ابو خط
والله شاريه وايد انا مستانسه. الله يعين جاي الله يسلمك. هذيل اصفر وتقول شيء اعتراف شنو؟ ما عندي ولا علاق يعني مده ما طايح بالارض. انا بعد ما عندي لا شو اشتري ابي شوفه ابي هذا راح اعفن عليه ما ادري كل ما طلعوا هذا مخبى من ورا ابي راح اعفن عليه لولو والله راح تطلع تشدش كل يوم راح البسه هن راقصين يلا يلا يا جماعه اذا تبونا نسوي تحدي ان لولو تلبس ستايل لمده اسبوع وانا البس ستايل لمده اسبوع وصلوا هذا الفيديو وصلوا هذا الفيديو الى فوق 35000 لايك اللي حاطين تشوفون خطاف سيستر يتبادلون ستايلات نلبس ستايل تلبس كلاسيك وشي ستايل هذا هي تقيلي كل ملابسها طيب يا جماعة شرايتي لبسته حد يشوق ستيل هذا بعد احسه لون شتا وصيف بس ستيل هو وايد خفيف يعني الخامة تقدرون تلبسوه بالشتا والصيف نطرح الصورة بالانستغرامي اخر قطعة اخر قطعة اخر واحدة اي لوف وورك فورك هوليك اي لوف وورك يعني كنا صد لا انا احب زين مو كانت اي لوف كولج كان بس تحظي يا جماعة نار النار اول يعني هم عندهم قسم المطبخ وكذي فشوف شو شريف شفتي يا جماعة فعندهم ستايل مطبخ فاحنا راح نجربه اخر شيء جبتي الخطير هذا بعد؟ ايه كلها الوان شتوية وصيفية ثلاث جواتي جنطة تقسيمة حق السفر لان جد احتاجها هذه غير شوفي 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 شامبو فرش مكياج فما له داعي كل شيء داخل هذا وخلاص اوكي طبعا انا وايد شاري نظارات فبجرب لكم واحده من نظاراتي الجميله يا جماعه ما يكفي كبعتي بس لا ابي اللون اللون جاكيتي ايش تبي احنا لون جاكيتي شوف حالاته الله جاكيت كلاسيك طاح زراير يرسل لهم اياه صور لهم بالانستغرام اوكي سوي يا جماعه الخير كذي نكون خلصنا من نهايه المقطع واذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون الشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي بهمتكم ويانا وتوصلونا الى 35000 لايك عشان نسوي التحدي اللي قلت لكم عنه بلاس يا جماعه هذول كل الاشياء اللي شريناها ولا تنسون تصوتون من خلال ضغطه الاي الموجوده هني فوق راس منو احلى لولو او هذا اوكي وتكتبون منو احلى ستايل يا انا او لولو فريق لولو او خطافيه ايوه فيا جماعه قرب البلاك فرايدي او احنا بالكويت يا جماعه نسميها هو بلاك فرايدي بس احنا نسميها الجمعه البيضاء اوكي سو بهذا اليوم تحديدا راح يسوون تخفيضات ناريه بشكل معروف بشكل عام بكل انحاء العالم في تخفيضات قويه عشان شيء عندكم كود خصم ومو بس كود خصم غير كذي في البلاك فرايدي لا فلا تنسون تستخدمون الكابون الخاص فينا بلاس بلاس لا تنسون تستخدمون الكابون اللي انا وين عناد امي حولتني انزين سو لا تنسون تستخدمون اول شيء كابون خصم الخاص فينا ثاني شيء استخدموه بالبلاك فرايدي عشان يصير لكم دبل الدبلات فيا لا تنسون تتحمسون ويانا ولايكات وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عشان نسوي مره ثانيه انبوكسنج او نسوي التحدي مال اللبس فبالنهايه لا تنسون سبسكرايب لايك كومنت نحبكم مع السلامه باي